أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم: سادسا المسح على الخفين، وهو بدل عن غسل الرجلين، وذلك إذا كانت القدم مغطاة بخف أو جواب. والخف هو ما يكون من جلد أو كتان أو قطن ويستر القدم، ويدخل تحت حكم الخف الجواب ولو كان به بعض الخوق، فطالما أنه يستطيع المشي فيه. ولكن إذا كانت الخوق كبيرة بحيث يظهر أكثر القدم فلا يجوز المسح عليه، لأن وجوده في هذه الحالة كعدمه، ولا دليل على أنه إذا كانت في الخف أو في الجواب بعض الخوق فإنه لا يجوز المسح عليه. فقد ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه لما سئل عن المسح على الجواب المخوق قال: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخوقة مشققة موقعة؟ وليس كل أحد عنده يعني سعة من المال. يعني نحن في بلادنا والله الحمد والمنة في نعمة، يعني الخفاف كثيرة والنعال كثيرة والجوارب كثيرة، ولو صار فيه خرق بسيط ألقاه وواحد يلقيه ويشتري غيره لأنه يعني مرت عليه مدة. في بعض البلاد إلى الآن ما زالوا يمشون في الحفاء، يعني ولا يجدون الخفاف ولا يجدون الجوارب. فشريعة الإسلام لكل أحد في كل زمان وفي كل مكان، فلا يشدد على الناس في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. ويشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأقبلت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والمسح يكون على أعلى الخف، لحديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين برأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. نعم. اشترط بعض أهل العلم للخفين شروطا، بعضها يعني مقبول وبعضها فيه نظر. اشترط بعضهم أن يكون الخفان طاهرين، وهذا شرط صحيح، أنه لابد أن يكونا طاهرين، فلا يجوز الإنسان أن يلبس الشيء النجس فضلا عن أن يمسح عليه. ثم كذلك أن يلبس على طهارة، أي طهارة وضوء، أن يلبس الخفين على طهارة وضوء. الشرط الثالث أن يكون يعني يغطيان الفرض، وهو القدم التي إلى الكعب، مكان غسل القدمين إلى الكعب. هذه ثلاث شروط مقبولة. وأما الشروط الأخرى وهو أن يمكن المشي فيهما، أن يثبتا بنفسيهما، أن يكونا صفيقين، هذه الشروط يعني مختلف فيها. والأظهر والعلم عند الله تبارك أنها لا تشترط، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. مدة المسح على الخفين. مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وتبدأ المدة من أول مسحة، فبعد أن يلبس الخف على طهارة ثم ينتقض وضوءه أو لم ينتقض وجدد وضوءه، فالمهم أنه تبدأ المدة من هذا الوقت. فمثلا إذا لبسه من الصباح ثم انتقض وضوءه وتوضأ لصلاة الظهر ومسح، فتبدأ المدة من صلاة الظهر، وآخر مسحة يمسحها عند صلاة الظهر من غد، وهذا بالنسبة للمقيم. وأما مدة المسافر فثلاثة أيام بلياليهن. ومن كان مسافرا فدخل البلد فإنه يأخذ حكم المقيم، ومن كان مقيما فسافر والخف على قدمه فإنه يأخذ حكم المسافر ويمسح مسح المسافر. ولا يجوز له أن يمسح أو يلبس الخف النجس أو الجواب النجس، لأنه مأموم في الأصل بإزالة النجاسة، قال تعالى: وثيابك فطهر. أحسن الله إليكم. المسح على الجبيرة، وهي ما يوضع للعلاج على العضو. طبعاً الجورب يأخذ حكم الخف على قول جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن عدد من الصحابة أنهم مسحوا على الجورب، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجورب. جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، لكنه لا يثبت. الثابت هو عن الصحابة رضي الله عنهم، أما عن النبي
صلى الله عليه وسلم فلم يثبت من ذلك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. المسح على الجبيرة، وهي ما يوضع للعلاج على العضو في البدن، ويدخل فيها الجبس واللفائف وغير ذلك مما يجبر الكسر والجراح، ويجوز المسح عليها لفعل بعض الصحابة كابن عمر وقياسا على الخفين. وتختلف عن الخف والجوربين في ستة أمور: الأول، الخف لا يكون إلا على القدم، والجبيرة تجوز في أي موضع من البدن حسب الحاجة. الثاني، الخف يشترط في لبسه أن يكون على طهارة، بينما الجبيرة لا تشترط لها الطهارة. نعم، بعضهم يشترط أن تلبس على طهارة الجبيرة، لكن هذا ليس ممكنا في كل حال، لأن أحيانا الإنسان يكون له حادث ويؤخذ إلى المستشفى مباشرة وتعمل له العمليات ويلف يعني العضو المراد علاجه، فصعب جدا يقال له تطهر فل هذا وتطهر ثم البسه، لم يصعب ولا دليل على ذلك. والصحيح أنه يجوز المس على الجبيرة ولو كانت لبست على غير طهارة. نعم. الثالث، المسح على الخفين رخصة، أي له الخيار في المسح من عدمه، بينما الجبيرة عزيمة يلزمه المسح عليها لأن في نزعها ضرر. الرابع، الخف له مدة محدودة، للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، بينما الجبيرة ليس لها حد ويلبسها طالما أنه محتاج إليها. نعم، والجبيرة أيضا تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، يعني إذا أصيبت اليد تكون الجبيرة على المكان المصاب فقط وما يحتاج إليه، فإذا كانت الإصابة مثلا في الساعد هنا فالجبيرة تكون على الساعد وتمسك بالأصابع مثلا حتى لا تسقط، لكن ما في داعي أن تكمل إلى آخر المرفق أبدا، لأن هذا لا يحتاج، فهذا يكشف، فالجبيرة توضع على الحد الذي يحتاج إليه ولا يزاد عليه. نعم. الخامس، الخف ينزع عند الاغتسال للحدث الأكبر، بينما الجبيرة لا تنزع لأجل الحدث الأكبر ويمسح عليها. السادس، الخف يمسح أعلاه، بينما الجبيرة تمسح كلها. الجبيرة لابد أن يمسحها جميعا، يعني البعض يخطئ يمسح الجبيرة من الأعلى كما أنه يمسح الخف من الأعلى، هذا خطأ، الجبيرة تمسح كلها من أعلى ومن أسفل، يعمم المسح عليها كلها، بينما الخف لا يمسح إلا أعلاه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم سابعا أحكام الحيض والنفاس. الحيض هو سيلان الدم من المرأة طبيعة وجبلة من قعر الرحم، وهو علامة من علامات بلوغ المرأة، وهو أمر طبيعي قدره الله على النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وتمنع الحيض والنفساء من عدة أمور، وهي الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي طالما أنها حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الصيام، فإن صامت أثمت وصومها غير صحيح. مس المصحف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن لا يمنعها من قراءة القرآن، وإنما يمنعها من مس المصحف فقط، فإن كانت تقرأ من حفظها جاز، أو كانت تقرأ من المصحف الموجود في الأجهزة الإلكترونية الحديثة جاز أيضا. اللبث في المسجد، وفي رواية لأحمد أنه لا مانع من اللبث إذا تلجمت وأمنت نزول الدم في المسجد، وهذا هو الظاهر. الوطو في الفوج، لقوله تعالى: نعم، حديث لا أحل المسجد لطاهر لحائض ولا جنب ضعيف، لا يثبت، ويبقى الأصل أنه يجوز لها ذلك، وإنما منعت من الطواف عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. أما دخول المسجد فلا دليل على منع الحائض من دخول المسجد، والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. الوطأ في الفوج، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصنعوا كل شيء إلا النكاح، فيحرم على زوجها أن يطأها في الفوج.
الطلاق فطلاقها محرم ويسمى الطلاق البدعي، فلا يجوز لرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. واختلف العلم هل يقع أو لا يقع، هو يحرم يأثم إذا كان يعلم أنه لا يجوز أن يطلقها وهي حائض، فإذا طلقها وهي حائض هل يقع أو لا يقع؟ مسألة خلافية بين أهل العلم وجالها كتب الفقه. نعم. الطواف فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت الحرام، ويجب الغسل عند انتهاء الحيض وانقضائه، وإذا انقطع دم الحيض أبيح الصوم والطلاق فقط، ويمنع الباقي حتى تغتسل. نعم، يعني الصوم والطلاق يقعان إذا طهرت من حيضها ولم تغتسل، انقطع الدم لا يقال لها حائض بعد ذلك، فيقع الطلاق ويصح منها الصوم، مثل لو انقطع دمها بالليل فلم تغتسل حتى أصبحت، فصومها صحيح إذا نوت الصوم. وأما اتيان زوجها إليها مثلا جماع الزوج لها لا يجوز، والصلاة لا تجوز إلا بعد الاغتسال، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. أحسن الله إليكم. وأكثره 15 يوم. أحسن الله إليكم. وأقل الحيض يوم وليلة، فلا يمكن لامرأة أن تحيض أقل من ذلك. وأكثره 15 يوما، فإن زاد عن ذلك فهو استحاضة، فتغتسل وتصلي. وأقل الطهر 13 يوما، ولا حد لأكثره. وهذه مسائل كلها فيها خلاف بين أهل العلم، ولأن اختلاف النساء أنفسهن وأحوالهن في ذلك، ولكن هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن أقل الحيض يوم وليلة، يعني ممكن المرأة تحيض يوم وليلة فقط يوما وليلة. وأكثر الحيض 15 يوما، فلو زادت حاضت 16 يوما، اليوم 16 تغتسل وتصلي ويعتبر استحاضة. وأقل الطهر يعني ما بين الحيضتين 13 يوما. نعم. وأكثر الطهر ليس له حد، ممكن المرأة تجلس 2 شهر 3 أشهر أحيانا سنة ما تحيض، وارد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. سن الحيض أقله 9 سنين وأكثره 60 سنة، فإذا نزل الدم على المرأة قبل سن 9 فيعتبر جرحا ولا يدل على بلوغها، وكذلك لا يعتد بالدم بعد 60، لأن هذا آخر سن ممكن أن تحيض فيه المرأة، وهذا كله مأخوذ من الواقع وليس فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قضية أن المرأة ممكن تحيض قبل 9 وممكن تحيض بعد 60 هذه حالات نادرة، وهذه الأحكام أخذها أهل العلم من الواقع، ليس في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن عائشة أن المرأة تحيض بعد 9، وكذلك بعد 60 لم توجد امرأة تحيض، لكن لو وجد امرأة حاضت بعد 60 فهذه حالات نادرة، والنادر لا حكم له، والأصل أن بعد 60 هذا الدم كله دم فساد. نعم. أحسن الله إليكم. ما يتميز به دم الحيض عن غيره. ودم الحيض يتميز عن الدم العادي بأمرين، الأول اللون، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دم أسود يعرف، فلونه أحمر غامق كأنه أسود وليس كالدم العادي. الثاني الرائحة. نعم. في رواية يعرف وفي رواية يعرف، في رواية يعرف وفي رواية يعرف، يعرف يعني له رائحة متميزة، والنساء تعرف هذا، دم الحيض له رائحة خاصة وله لون خاص وثخونة وكثرة، بحيث تميز المرأة بين دم الحيض وغيره من الدماء. نعم. الثاني الرائحة، فرائحته تختلف عن رائحة الدم العادي. أحسن الله إليكم. أحوال النساء مع الحيض. الأولى منتظمة ومميزة، فتكون المدة منتظمة وتستطيع المرأة أن تميز الحيض من غيره، وهذا حال جل النساء. جل النساء حيضهن منتظم 6 أيام في الشهر أو 7 أيام في الشهر أو أقل أو أكثر، وتدري متى يبدأ حيضها وتدري متى ينتهي حيضها، هذا جل أو حال جل النساء. نعم. الثانية منتظمة غير مميزة، فلا تستطيع أن تميز هل هذا هو دم حيض أو دم جوح، فالعبرة بانتظامها. نعم، إذا كانت المرأة لا تميز قل لا أعرف دم الحيض، أقول أنت منتظمة دورتك؟ قالت نعم، قال اعملي بانتظامها 6 أيام أو 7 أيام.
وتعرف المرأة انتهاء الحيض بخروج القصة البيضاء، وهي مادة لزجة بيضاء بعد انتهاء الحيض تنزل هذه المادة على المرأة، تسمى القصة البيضاء وتسمى الطهارة وتسمى البياضة عند النساء. وبعض النساء ما تنزل عليهن هذه القصة البيضاء فتكتفي بانقطاع الدم، يسمونها الجفاف، بأن تضع منديلا أو قطنة مكان خروج الدم ثم تنظر فيها، إذا رأتها بيضاء فمعنى هذا انقطع الدم. نعم. الثالثة مطاوبة مميزة، فليس لها مدة منتظمة ولكنها تستطيع أن تميز الحيض من لونه أو رائحته، ففي هذه الحالة إن عوفت دم الحيض فتعتبر به ولا تعتبر المدة. نعم، لأن مدتها غير منتظمة لكنها مميزة، تعرف الدم الحيض من غيره فهذا تعمل على التمييز. نعم. الرابعة مطاوبة غير مميزة، وهذه من الحالات النادرة، فتعتبر بمثيلاتها وعادة نسائها من أخواتها وقريباتها. وهذا نادر في النساء، قليل جدا، قريب من الندرة، وأن تكون المرأة لا هي منتظمة ولا هي مميزة، ومر الحيض 5 أيام، مر 10 أيام، مر 12 يوم، نقول لها طيب ما هو لون دم الحيض؟ والله ما أدري، مرة كذا مرة، ما تعرف، ما تستطيع أن تميز. فهذه تعتبر بأخواتها وبنات عمها لأنهن أقرب إليها من حيث الخلقة، فتعمل كما يعمل، يعني تحيض كما يحضن، 5 أيام 5 أيام 6 أيام وهكذا، وتحتاط لذلك. والمسائل فيها تفصيل كثير جدا، لكن مجال كتب الفقه ودرس الفقه فيه التفصيل في هذه المسائل. نبدأ بكامي الصلاة.